الو، ايوه حبيبتي، ممكن اكلم مها؟ لا طنط مها في بيتها، عاوز تليفون بيتها؟ اه يا ريت. 3 4 5 8 9 6 1. طيب شكرا حبيبتي. يا واد تعالى، المعلقه دي بقى يا اللي انتي واقف من اكل عند خالي اخوك كده يا كريم. طب ان شاء الله عندك مكان. ايوه مها. ايوه انا مها. مين؟ ازيك يا مها، عامله ايه؟ ايوه مها، انا كريم. ايوه كريم. مين؟ كريم الحسيني. كريم الحسيني. كريم ازيك يا مها، عامله ايه؟ ايه اخبارك مها؟ مها. ايوه كريم. ايوه انت رحتي فين؟ ايوه كريم معايا. مها انا محتاج لك قوي، انا عايز اشوفك. تشوفني؟ محتاج لي. ينفع نتقابل بكره؟ تقابلني؟ لا 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 لا، انا ست متجوزه وجوزي بيغير عليا موت موت. لا 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 مها، انت فهمتي غلط، انا مش قصدي. طيب طب حاضر، هحاول هحاول. طب اكلمك امتى؟ لا لا لا، انا اللي هكلمك. نمرتك كام؟ 5 270 6 5 4. اوكي 6 5 4. بكره ان شاء الله. باي باي. باي باي باي. سيفتي النمره؟ سيفتها. حسين بقى محتاجين لبعض وبتقابلوا بعض، وانا عفا، انا العبيط اللي بيضحك عليه. ابدا يا حسين، انت فهمت غلط. غلط على امك، ده انا سامع بودانه دي العاشق المحتاج، وانا عمال اكل زوم العيال جوه. اسمع ايه بره؟ طب الواد، خد الواد، انت هتقتليني. خد الواد، خد الواد بره. طيب انت مش عايزك تعبيني تاني ابدا. طب يا اخويا برا برا يا حسين، انا قصدي اللي يا حسين في نص الليل ولا في اخر الليل. خد الوقت معاك كمان برا مع امك. يا برا انت لسه هتجيب الجزمه. برا برا. انتي ما بقالكيش اسبوع. خلاص يا ماما، بقيتش قادره استحمل غيرته دي. يا بنتي قلتلك ريحيه، اللي بيغير منهم بلاش منهم، بدل ما كل شهر والتاني ترجعي غضبانه كده. هو ايه اللي بلاش منهم ده؟ اي حد بيكلمني يبقى في بيني وبينه حاجه. ايه البقال بتاع الريسيفر وصلت لبتاع الانابيب؟ بتاع الانابيب؟ يا عيني يا بنتي، ارجع واقولك الغيره حبي عبيطه، ده الراجل ما بيستحملش عليكي الهوا الطاري. يلا روقي كده، روقي وقومي غيري هدومك عشان نتعشى. ايوه مها. مش البيت القديم؟ طبعا عارف. طيب انا جاي انا جاي. كريم تفضل. تفضل. البيت كأني سايبه امبارح، زي ما هو من ايام الجامعه. بيت العيله كده دايما يفضل زي ما هو. ولادك؟ دي ندى بنت اختي مروه، وده عمر وده الكبير كريم. كريم بس يا ولد، عيب. باين عليه شيء. لا مؤاخذه. سوري. اتفضل. شكرا. يا ندى، مين يا ندى؟ ده عم كريم صاحب طنطرانة يا تيتا. طيب حياتي روحي انت. تعرفي انك ما اتغيرتيش؟ يا راجل تخنت شوية، تعرف بقى البيت والولاد. بس وشك زي القمر، زي ما هو. وانت كمان زي ما انت. بس كويس انك عارفة تقسمي وقتك بين بيتك وولادك، وانك بتيجي هنا عند طنطي. لا ده انا جاي اقعد عندها، اصل انا وحسين جوزي اتخانقنا، سمع مكالمتنا اتجنن. اتجنن؟ اصله صعب قوي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا طنط؟ ازيك انت؟ كريم الحسيني يا ماما. فاكراه؟ طبعا فاكراه طبعا، من ايام الكليه والدروس الخصوصيه. تمام. شفت اللي حصل يا كريم؟ انا زعلانه قوي على اللي بيجرى ده. حسين طيب وابن حلال، بس حكايه الغيره دي
كل شويه غضبها. ماما ممكن تعملي لنا شاي؟ لا لا مفيش داعي للتعب. لا مفيش تعب ولا حاجه عن اسمك. طالما بيغير عليك يبقى بيحبك. حسين طيب بيزعل ويتخانق وبعد كده بيصفى ويصالح. وانت ايه اخبارك؟ عامل ايه في الجواز؟ جبت بيبي ولا لسه؟ الحقيقه انا وجيجي انفصلنا. ليه؟ انا عارف انكم واخدين بعض عن حب. ما انا جايلك عشان الموضوع ده. انا عايزك تصالحيني عليها. انا ماليش غيرك دلوقتي. انا عارف انك هتقدري تاثري عليها. مها وحياه الايام الحلوه وحياه ذكرياتنا الجميله اللي مع بعض. عشان خاطري ما ابوس ايدك. انا فعلا مين اللي هناك ده؟ وانا كمان كريم صاحب طنطمان. حسين وكمان اسمه كريم. نايس تو ميت يو مستر حسين. نايس يعني لطيف. اكزاكتلي لطيف مع مراتي. ايه اللي عملته ده يا مجنون؟ كريم كريم لا باي. الله مها خير ايه اللي حصل؟ ماما سالتني عن سبب خناقتك مع حسين. حكيت لها عن المكالمه. تصور اصرت ان انا اللي غلطانه واني لازم ارجع بالجوزي وما اخربش على نفسي. ما عرفتش اعمل ايه ولا اروح لمين. لقيت نفسي ضايقه. بص يا حبيبي مها معلش ام سوري. انا بيتهيألي ان انا السبب. كريم ممكن اجي اقعد عندك يومين لحد بس ما اعرف هعمل ايه. انت طبعا زي اخويا وانت اكيد عارف وحاسس اللي انا فيه. اه طبعا طبعا تنوري. اهلا وسهلا. بجد؟ اه حبيبي حبيبي روح مع انكل. روح مع انكل يا حبيبي. ايه؟ شني انا وراكم العربيه. اه طبعا امشي بالراحه. ها هنروح مع عمو. يلا اتفضلي يا مها اتفضلي. بيت بيت في اوضه فوق كنا عاملينها طوارئ. عاملينها يعني عشان لو حد جه باب. عشان ساعات ماما جيجي بتيجي عندنا. لا لا ما تكلمش فيه. ادي بص توقعني انا واخوك. اتفضل. هي مش كبيره قوي بس معقوله يعني. انا مش عارفه اقول لك ايه يا كريم بس انت اكيد حاسس بيا. طول عمرك بتفهمني. انا محتاجه لك قوي يا كريم. في حاجات حلوه كتير كانت في حياتي راحت في زحمه البيت والعيال بقى انت عارف. انما اول ما شفتك حسيت انها بترجع لي تاني. ما ارجوك سيبيني بس اشرح لك. اصل يا عمر انت مش لسه واكل؟ معلش عايز ياكل. تحب اجيب له ايه؟ اجيب له بسكوت؟ لا بسكوت ايه؟ لسه بدري على الحاجات دي انا هرضعه. اه طب اتفضلي اتفضلي. انا عم بيبيه. هيو يا كريم هو ده وقته؟ انا عم بيبيه. معلش يا كريم ممكن تاخده في التواليت؟ انا عم بيبيه. معلش يا كريم معلش. ها اتفضل. عايز اعمل بيبي. ما تخلص يا ابني. انا بنضارب. ايه؟ انا بنضارب. هي الريحه دي جايه منين؟ من هنا؟ حبيبتي ماما كانت كده زي الفل اهو. يا خبر ابيض. ابعد عني دي. معلش يا كريم امسك. انت يا ابني مش هتبطل اللي انت فيه ده. 100 مره علمتك ازاي تلبس ايه. الله 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 ايه ده؟ معلش ده اشط اشط. اه ما هو لما بياكل كتير بيحصل كده. عن اذنك اغير. يا واد اقعد يا واد. اخوك نايم فصحيه ولا يا واد اكتر شويه. طيب يا مها خد راحتكم بقى انا مضطر امشي. مع السلامه. معلش يا كريم تجيب لنا شويه حاجات بسيطه كده معاك. اوي امور. بامبرز وشامبو للبيبي وبودره وسيريلاك ولبن. حاضر يا حبيبي عمو كريم هيجيب لكم كل حاجه. اه ان شاء الله. معلش بقى يا كريم. لا مش طب كريم استنى اجيب لك فلوس. لا معقوله ما يصحش. مع الف سلامه. مع السلامه. مش عايز هنا دي يا عم. دي شماسه العربيه بتاعتي. انا جاي اعمل شوبينج. يعني عاجبك الورطه اللي انا فيها دي؟ وانا مالي؟ مش شورتك؟ انا قلت لك خليها تساعدك مش تجيبها عندك البيت. ما قالتلكش انه نوع؟ قالت لي للاطفال. ما هو في 100 نوع للاطفال. خد ادي دول العيال قول لهم هديه من عمكم ماجد.
دي قديمة أدب. معلش مش هقول عيال بقى. اسمحلي أعزمك على الغدا. عاملة لك بامية هتاكل صوابعك وراها. ده بجد بقى؟ أكيد بقالك كتير ما أكلتش أكل بيتي سخن. مش عارف أساسا أقول إيه. ثانية واحدة. اتحركش. جاي على طول بقى تشوف عمر بس. لا لا يلا حبيبي. لا حبيبي تعالى كده شويه عايز اتفرج على الماتش. لا لا ايه تعالى كده شويه. لا يا حبيبي العب بس بعيد هنا عايز اتفرج على الماتش. حبيبي ابوس ايدك ابوس ايدك. انت جميل جميل. وطبعا خسروا مش قادرين يفهموا انها لعبتي. اصل الموضوع عايز شويه سنس وذكاء. والله يا طنط. ايه ده هو مفيش حد هيرد على التليفون؟ انا هرد. لا خليك انت انا اللي هرد. هاي مين يا ماما؟ الخط قطع. ايه ده؟ انت ما اكلتش؟ ازاي يا طنط؟ اصل انا اتعودت ان انا اكل بسرعه، اصل وقتي ضيق جدا، وبعدين اصلي بعمل دايت وجيم. بالهنا والشفا. طب اتفضل اقعد في الصالون لحد الشاي ما يجهز. بعد اذنك. منتظرك. سوري يا طنط. ايه مالك؟ من ساعة ما قعدتي وانتي ما نطقتيش ولا كلمة، الراجل عمال يتكلم معاكي ويضحك وانتي ولا انتي يمه. يا بنت خلي عندك ذوق، اتكلمي معاه، طبعا حتى اضحكي على أي حاجة بيقولها. يا ماما مش قادرة، مش شايفة غير كريم قدامي، بعدين ده يتشاف من أني زاوية ده؟ يا حبيبتي حاولي اضغطي على نفسك، واحدة واحدة هتلاقي نفسك اتجوزتي معاه. يلا روحي اقعدي معاه. ماشي هقعد معاه. واتكلمي. هتكلم وتحكي. اتفضل. احط لك كم عملية سكر؟ ولا واحدة. قلت لك ان انا اعمل دايت وبعدين ما تتعبيش نفسك. اوكي. انا مرة كنت عند صاحبي بيسو الانتيم وكان يوم عيد ميلاده وكان عازم ناس كتير قوي قوي قوي، وبعدين في بنت كانت عماله تبص لي جامد قوي، بس انا انت اللي في القلب. وكان كنت عامل دايت جامد بس ما قدرتش بقى ما قدرتش اقاوم. كان في كريم مش عايز اقول لك كنت بحبها قوي يعني، وجالي صداع جامد قوي. ما حكيتي معايا. واتاري صداع راح بعد ما اكلت التورته. اتاريني كنت جعان. وانتي كمان يا ماما. والله يا حبيبتي كويسين. عند واحده صاحبتي من ايام الجامعه يومين كده. طمني انتي بس. حاضر يا ماما. مع السلامه حبيبتي. باي باي. دي ماما عايزه تطمن عليا قبل ما اتجوز. عايزاني اتجوز عشان تطمن عليا. حتى بعد ما اتجوزت وبقى عندي ولاد عايزه تطمن. انت جوزك بيشتغل ايه؟ ضابط. ضابط شرطه ولا؟ شرطه في مكافحه جرائم النشل والسرقه. باين عليه جامد. Are you kidding?
هعمل ولا كلام حاجة؟ لا لا يا سخية. يلا عمال يلا يلا يلا. هما الولاد فين؟ الولاد عند واحدة صاحبتي، أنا شنطتي اللي اتسرقت فيها الفلوس والأوراق وكل حاجة. طب اهدي اهدي. هات الدين ليمون يا ابني. كنت في أي منطقة؟ في المهندسين. أيوه فين بالظبط يعني؟ من ده لبنان. فاكرة اللي سرقك؟ طويل كده واصلة؟ أيوه هو ده. آه طب اهدي اهدي. آه سمعة. اديني الواد تربة. هات الواد سيد جدا من تحت تعطيه الارض شنطه اهي. طيب يا حبيبي ميرسي. خلال نص ساعه اكون عندك. متشكره قوي. رايحه فين؟ الشنطه زمانها جايه. وبعدين احنا لسه ما اتكلمناش. لو سمحت دلنا على الورق. ودي كمان. ودي كمان. وخلصوا ورقكم مره واحده. انا اتسرقت يا بيه. اتسرقت يا بيه. الراجل ده كداب يا بيه. بس يا ابني انت اهو خد اعمل لهم محض. يلا امشي باشا. عايزين نمد ساعتك عشان نروح على المسجون ده. تعالي نقعد في حته هاديه. حسين انا محتاجه ابعد شويه. محتاجه اكون لوحدي عشان اقيم العلاقه من بعيد. تبعدي ايه وترى انت فاكره نفسك خطيبتي؟ يا ولية احنا بينا بيت وعيال. عارفة ما هو ده اللي مخليني محتاجة مدة أطول. لو النبي واخدة يا باشا عايز من ده وعايزها في مدمنا الورقة دي يا باشا. اركن الواد على جنب. قصره يعني مش عايزة تلمي الموضوع وترجعي؟ حسين أرجوك افهمني. افهم ايه؟ افهم انك سايبة بيتك ولسه عايزة تقيميلي العلاقة. ما خلصنا يا باشا. لو من بوكس ده مش طالع نشوف بوكس تاني. اخرس يلا. ماشي يا باشا. انا بحذرك انا صبري ليه حدود. وانا كمان اتخنقت. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش ارجع دلوقتي كده. اه فرج عمر يا باشا. طلع الواد ده. اطلع يالا. بقول لك ايه وخد الولايه دي رخه. ايه اللي كاتاك؟ حسين لا دي بيدي. حضرتك مش فاهم انا بريئه. انا اللي اتسرقت. ما تخلصينا يا سيد. احنا في كمان. حسين كارم فور رابيت. ايه نو كارم. خايف حسين جوز